الوان الامن والفرح مبادره لرجل امن تحول المراكز الصحيه والمدارس في كربلاء الى لوحات نابضه بالحياه اطلق احسان المنتسب في شرطه كربلاء مبادره تطوعيه لتزيين المراكز الصحيه والمدارس برسومات فنيه لتعزيز الاجواء الايجابيه واضافه الفرح على المراجعين والطلاب المفوض إحسان عبد الله فيصل منسوب إلى قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة وحدة حفظ القانون أنا عملي رسام وخطاط متطوع كل بداية عام دراسي جديد قيادة توجهني إلى مدارس من خلال مدراء المدارس أو تربية كربلاء أنا أروح أتوجه بعملي رسم وخاط جدران المدارس تقريبا كل مدارس كربلاء أنا مشتغلهم. مع رياض الأطفال ومستشفيات كافة أنا بكل مدرسة بكل روضة عندي شغل بها بين واجباته الأمنية الصارمة يجد إحسان سعادته في تقديم يد المساعدة للمدينة التي أقسم على حمايتها فمشاركته القوات الأمنية في المبادرات الخدمية تعكس حس المسؤولية تجاه الجميع طبعا يعني من اجل طب المدرسه أشوف فرحه الاطفال ويعني غير شعور يعني لان المدارس المتهالكه وتعبانه مدارس يعني بناها قديم من السبعينات من الثمانينات والله طبعا لو ما يعني حاسب بهالفرحه وهذا كان ما استمريت يعني هذا صار لي بال 15 سنه انا هذا عملي يعني قبل لا اصير بالشرطه او بعد ما اصير بالشرطه نفس عملي يظهر احسان ان رجال الشرطه يمكن ان يكونوا سفراء للفرح والامل ملهمين الاخرين لاحداث تغيير ايجابي في المجتمع وادخال البهجه في حياه الاطفال على نيوز كربلاء